البنات اليوم بغيت نشارك معكم واحد الطريقه ديال الاكريليك بالالوان. استبعوا معايا باش تشوفوا شنو ما نحتاجو. اكريليك زرق وديك باتيول اكريليك واكريليك روز، ونحتاجو اكريليك ترانسبارنت واكريليك بيض وصباغه في داك اللون وطوكوط وداك الجليتر هذاك فولي تاولك السقوط تا هذاك وليكويد الماء ديال الاكريليك. بس انسيت هذوك الصباع الاخرين لما بغيت نوريكم الطريقه كيفاش كنزوق باكريليك مع جليتر واللون. استبعوا معايا الطريقه باش تشوفوا كيفاش كندير لهم. كنحطو في الاول شويه ديال البيض ومن بعد كنحطو شويه ديال الروز شويه ديال داك الزرق كيف كتشوفوا معايا. صافي كنديرهم بحال هكا كنزيد تماك شويه البيض صباح كندير شي شويه ديال الماء داك وشويه ديال البيض في الزناب داك الشيء اللي كيبقى خاوي. ودابا غادي نشد البنات غندير ليكويد غندير اكريليك ترانسبارونت وغنهز بها شويه ديال داك الجليتر كي كتشوفوا معايا وكنحطوهم بهذه الطريقه بحال هكذا كتشوفوا كيجي مسوينين. ندير هذاك البنات داير بحال البابي الومنيوم ولكن هو رهيب وهذاك سبيسيال كيصايبو بيه الطفار كيزوقو بيه الطفار كيجيو زويونين. كنتمنى يعجبكم الفيديو واذا عجبكم ما تنساوش تابوناو وديروا لايك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل شيء. وشكرا الناس اللي تابوناو معايا شكرا لكل شيء. ودابا البنات من بعد ما درنا له داك كملنا له داك الكليتر هذاك فولي دابا خصنا نشدو اكريليك ترانسبارونت ونغطيو به هذاك من الفوق كيف كتشوفوا كنغطي بهم باش منين كنبرد الطفل ما كيترش ليا داك الكليتر وهداك اللون. باش كنغطيه بهذاك ترانسبارون من الفوق باش كيبقى مزيان منين كنبردو ما كيمشيش داك اللون. نزيدو شي شويه من التحت صافي. دابا البنات غادي نخليو هذاك اكريليك تنشف وغادي نمشيو نصبغو هذاك الصباع هذوك الاظافر الاخرين اللي ديجا انا كنت صايبت لهم نصايبه ليهم هذوك بس غادي نصبغو هذاك الطفل الوسطاني ونشوفوا معايا كيفاش. بالنسبه للبنات اللي انتيرسيو بغاو يعرفوا هذوك لي برودوي وهذاك الشيء يكتبوه ليا في التعليق وانا نوريكم كل شيء.
بطبيعة الحال كان كنصبغهم جوج مرات، كنصبغ مرة الأولى كنديرها في لامباي نشوف عاود كنعاود مرة ثانية. دابا البنات كنخصنا نديرو له توب كوت لان دابا ملي غادي تبردو غادي داك الغبره ندير له داك اكريليك ما خصهاش تهبطنا على داك التجاوز الصباغه لان كيكون مازال كيلصق. عليك شي كنديرو التوب كوت الاول وعاد باش نمشي نبرد هذاك الطرف الاخر كيف كتشوفوا معايا. دابا من بعد ما سالينا بالبريد غادي نمسحو بالكو وغنديرلو توب كوت. وبعد ما شكلينا الطوكوك كنشد ديك الجاو شوية جاو ترانسبارونت شي شوية وكندير واحد شوية فوق داك الصبع الوسطاني كندير فيه واحد شوية وكنحط عليه واحد حجرة بحال هكذا كنحطها من فوق هكذا كيجيو زوينين. البنات هذا هو الاخير ديال التوار كنتمنى يكون عجبكم وشكرا بزاف حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي. هذاك الزيت البنات كير طب بزاف هذاك الجناب ديال الاظافر ديالنا واخا ما كانش عندكم هذاك الزيت ماشي ضروري تقدروا تستعملوا حتى زيت كوكو ولا اي حاجه اي زيت مزيان هذاك الجناب. باي باي.